بعد أن فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لأسباب تأديبية في أعقاب تصريحاته الجدلية عن النادي الإنجليزي قبيل انطلاق كأس العالم في قطر. ربما يكون اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على موعد مع تحد جديد في سماء المستديرة، تحد يختلف كثيرا عن كافة التحديات التي خاضها الدون في تاريخه الاحترافي. فما هي قصة عرض النصر السعودي الخيالي لكريستيانو؟ مع نهاية منافسات كأس العالم 2022 المنعقدة في قطر، ستتعالى الأصوات مجدداً عن وجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو المقبلة بعد أن فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب تصريحات مثيرة أطلقها رونالدو على هامش مشاركة منتخب بلاده في المونديال. وعلى ما يبدو أن تصريحات رونالدو أساءت لملاك النادي الإنجليزي، ولم ينتظر النادي الإنجليزي حتى نهاية المونديال وقرروا التخلص من صاحب 38 عاماً بشكل مفاجئ وقبل نهاية عقده. ومن المتوقع أن ينتظر رونالدو لموسم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل حتى يعلن عن وجهته الجديدة. لكن ما هي أبرز الخيارات المطروحة على طاولة الدون؟ كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن آخر التطورات التي جمعت بين نادي النصر السعودي ووكيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو للاستفسار عن إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وفقاً لما جاء في صحيفة ذا صن الإنجليزية، فإن النصر السعودي قدم عرضاً خيالياً للنجم البرتغالي يقضي بحصوله على ما يقارب 1,200,000 جنيه استرليني، وذلك لانتقال رونالدو للمشاركة في الدوري السعودي. ويجد رونالدو نفسه للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية دون ناد، حيث لم يمهله نادي مانشستر الفرصة حتى في البحث عن ناد آخر بعد الهجوم المدوي الذي شنه على ملاك النادي وإدارته والمدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ في مقابلة الأسبوع الماضي مع الإعلامي بيرس مورغان. وأصدر النادي الإنجليزي بيانه الرسمي العاجل الذي يقضي بمغادرة كريستيانو رونالدو النادي باتفاق متبادل بين الطرفين وبشكل فوري، بعد أن شكرته إدارة النادي على مساهمته الهائلة في فترتين مع اليونايتد، حيث سجل 145 هدفا في 346 مباراة. وعلى الرغم من التطور الكبير الذي وصل له الدوري المحلي في المملكة العربية السعودية واعتماد الأندية السعودية على جلب العديد من اللاعبين الكبار على المستوى العالمي والظهور اللافت للمنتخب السعودي في مونديال العالم في قطر عام 2022، إلا أن رونالدو سيفكر 1000 مرة قبل اتخاذ قراره بالقدوم على منطقة الخليج. لكن مسألة العرض الضخم الذي وصل إلى 225 مليون دولار، وهو ما يوازي أكثر من 840 مليون ريال سعودي في 3 سنوات قادمة، بواقع 75 مليون دولار سنوياً، قد يجعلها وجهته المفضلة، حيث سينتهي عقده بعد بلوغه سن 41. فهل يفاجئ رونالدو الجميع ويعلن عن وجهة مختلفة؟ أم أن النصر السعودي سيكون له نصيب في مسيرة النجم البرتغالي؟